فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. ودل هذا على أنه صلى الله عليه وسلم لم يصلي جمعة كما يظن أو يتوهم بعضهم، وإنما صلاها ظهرا. وهذه سنته صلى الله عليه وسلم، أنه ما كان يصلي الجمعة لا هو ولا أصحابه في الأسفار، ما كانوا يصلونها في الأسفار، وإنما كانوا يصلونها ظهرا. فالذين يزعمون أن الفرض في يوم الجمعة هو صلاة الجمعة على المسافرين وعلى الحاضرين وعلى كل أحد، هؤلاء غالطون، وليس عندهم فقه في الشريعة، ولم يراجعوا النصوص ويتأملوا فيها. فالذي عليه جماهير المسلمين أو الإجماع أنه لم يصلي الجمعة في أسفاره صلى الله عليه وسلم، ولا كانت البوادي أيضا تصلي الجمعة حول المدينة. فصلاة الجمعة يشترط لها الاستقرار والحضر، الاستقرار في الحضر، ولا يصليها لا المسافر ولا صاحب البادية، عكس ما يقوله بعض المتعالمين الآن.